متتبعين اليوم 24 مرحبا بكم. نزلنا في شوارع ديال مدينة تطوان من أجل تسليط الضوء على ارتفاع الأسعار. طبعا كل المواطنين المغاربة من طنجة للقويرة يعانيوا الآن في ارتفاع الصاروخي ديال الأسعار في كل المواد الأساسية. خرجنا الشارع باش نسلطوا الضوء مع المواطنين التطوانيين وكذلك حتى الزوار ونشوفوا رأيهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الموضوع ديالنا اليوم هو ارتفاع الأسعار، طبعا الأسعار الصاروخية اللي كترفع بجوج المواد الغذائية. هاد الارتفاع الاسعار هذه كارثه، كيتحمل المسؤوليه ديالها هو رئيس الحكومه، خاصو يراجع راسو ويراجع الاوراق ديالو من اجل انعام واحد الشعب المغربي. خاصو يكون واحد الحاله اللي يقدر يستقبل هذه الاسعار بزاف، لا من ناحيه ديال الغازوا لا من ناحيه المواد الغذائيه المستهلكه. يعني عرفت ارتفاع صاروخيا لم يعرفها من الحكومه ديال المرحوم السي عبد الرحمن اليوسفي، عمره ما عرف هذا الشيء هذايا، عمره ما عرف تهميش، يعني ارادوا ان يهمشوا القدره الشرائيه ديك الطبقه الضعيفه المسكين، بغاو يقضوا عليها. هادشي عيب، هادشي حرام، هادشي ما خصوش يتسكت عليه، عيب وحرام وكينافي يعني القوانين والمصادر الدوليه والقوانين الدوليه. انت كمواطن بصراحه ولد تطوان، واش ضررتي من ارتفاع الاسعار حاليا؟ ماشي ضررنا من ارتفاع الاسعار، هي مشكله وصافي، لا حول ولا قوه الا بالله. صعيب هذا الشيء، صعيب، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا متتبعين غادي نستضيف مواطن اخر. ارتفاع الاسعار اللي كيعرفها المغرب، تفضل معايا سيدي هنا، شنو رايك في هذا الارتفاع؟ هذا الراي يا سيدي، الغلا كل شيء غالي، زيت غاليه، البيطه الكحله والبيض والخضره الشرائيه، الخضره بطاطا مطيشه كل شيء غالي، والخدمه ما كينجي. تطوان ضربوها بالفليط، تطوان بالخصوص هي اللي مضروره، شي اقصى درجه. هذا اللي هو هنايا اللي عمل هذا الارتفاع هذا، وهذا هو ممزق، مزق البلاد. البلاد كيأديها شي حاجه خطيره، الناس كتشنق راسها، الناس كتبكي، الناس كتشكي، الناس كتسعى، الناس الشخصيه ديالها الكرامه ديالها طاحت مره واحده كاع. اللهم هذا منكر. الحليب زادوا فيه، كل شيء زادوا فيه، البيض، كل شيء، كلينكس، كل شيء، وامانديز من فوق، والازمه من فوق، والضغط من فوق. شنو هذا المنكر هذا؟ الطحين زادوا فيه، كل شيء زادوا فيه. الله يا ودي، شنو هذا المنكر؟ شكرا. اذا مرحبا، اذا متتبعينا غادي نشوفوا هذا الرجل المسن كذلك. السلام عليكم، شريف بخير. عليكم السلام. الله يخليك، بخير، كيف الامور؟ صحيحة، الله يحفظك. طبعا شنو رايك في الاسعار اللي ارتفعت بشكل صاروخي؟ اللهم هذا موقع الاسعار، ما شاء الله وسمى الاسعار في الزيت، في الطحين، في السكر، في جميع المسائل الاسعار اللي الامانديز، الاسعار كبيره بزاف، والبطاله كثرت، والديوان سدوها، وهاد البلاد دمروها، المدينه دمروها مره، وانتقموا منا تطوان، انتقموا منا الانتقام، وما شاء الله حسبنا الله ونعم الوكيل، اسمعوا الراي ديال هذا المواطن اخر. السلام عليكم. طبعا الغلاء، ارتفاع ديال الاسعار، ارتفاع ما نعرفوش هذا، راه الغلاء قهروا البلاد السعيده، قهروها. اخ النوش راه ما خلاش شي فينا، قهرنا، لا ازمه، هذه هو اللي اصل الازمه هذه، الغلاء كل شيء غالي، الحوانتيه ما كاين غير كل نهار زياده، ما كاين والو. الازمه هذه راه مقهرون تطوان بعدها، ما فيها خدمه، ما فيها. هو الغلاء على مستوى الوطن يعني من طنجه للقويره. الغلاء 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 كل شيء ما فيها والو، قهروها صافي، الله يجعل بركه. الازمه راه عانقه. إذا متتبعين اليوم 24، المعاناة اللي كيعيشوها كل المغاربة من طنجة للقويرة بسبب ارتفاع الأسعار الصاروخية في المواد الاستهلاكية. غادي نسمعوا الرأي ديال هذا الشاب كذلك، طبعا غير الشباب تا هما يدوزوا معنا في هذا. تفضل أسيدي، شنو رأيك؟ واش غنقول لك أخاو، والله خو تلحق الصراحة، أنت عارف أخاو تو كلشي تيزيد، وحنا عيد راوش فهمتي، تيزيد يطحنونا وصافي، إيوا والله خو تلحق وصافي. واش هذا من الخاو؟ هذا اللي عطى الله واد، الله يرحمنا في الشتاء والله. امين امين. نطلب الله امثال الخير هذه المناسبه. طبعا غنسمعوا هذا الشريف تهضر معنا. تفضل اسيدي، مرحبا، تفضل معنا، شنو رايك في الاسعار؟ السلام عليكم. الاسعار، اللي كنشوفوا دابا اللي كاينه هذه ما كاينش حتى في الدول الاوروبيه. الدول الاوروبيه عند الاجر ديالها مرتفعه على 65 يوم مثلا المغرب. حنا ما بالونا، حنا من الدول، من اغنى الدول اللي كاين في العالم كاع. عندنا جميع الموارد، عندنا البحار، عندنا الفلاحه، عندنا ديال المسائل ديال المعادن، عندنا بزاف ديال الحاجات اللي نكونوا بهم. الراي ديال المواطن التطواني بالفعل في الصميم. متتبعين اليوم 24 مازال معكم، بغينا طبعا الاراء كتختلف،
كل واحد ورأيه طبعا، ولكن ارتفاع الأسعار كان توحدوا فيه من طنجة القويرة يعني المغرب كامل الله يحسن العوان. الآن كل كيتضرر سواء الفئة المتوسطة أو الضعيفة أو حتى الميسورة، لأن الناس ديال الفلوس دابا بين قوسين تاهما كيتشكاو كيقول لك الغلاء، زادوا لنا في الضرائب، زادوا لنا في المواد الاستهلاكية، ما بقاش عندك المواطن المغلوب على أمره. طبعا هذو معاناة بالجملة، نتمناو بالفعل أصحاب القرار الجهات المسؤولة أنها تنظر للشأن ديال المواطن البسيط لأنه تيعاني الأمرين.